أن أكون بين الأحبة في مدينة غالية هي الرباط، وفي مهرجان أكن له كل الحب، هذا المهرجان الدافئ الحميمي اللي بتحنى الفرصة أن نلتقي. أصعب شيء هو تقديم الفيلم أو الحديث عنه، لأنه المفروض هو أن يتحدث عن نفسه، لكن باختزال شديد نحن يا أصدقائي مرينا بحرب موجعة، 10 سنوات تركت في أرواحنا ندوب غائرة، رمت غلالات من الحزن والوجع. هذه الارتدادات حبينا نعبر عنها أحيانا بشريط سينمائي، أحيانا بمنجز أدبي. هذا الفيلم أنا صورته في مدينة حقيقة هي مدمرة، كان عندنا شعور بالوجع منذ دخولنا بلحظة الاستطلاع الأولى. تابعنا المشوار ونحن نحاول أن نهيمن على حزننا طوال الوقت. كان على هذا الجانب الوجداني مشوار تصويره موجع جدا. أنت ترى أمامك دائما مدينة فاتنة، كيف شاخت هذه المدينة، كيف هرمت، وارتدادات هذه الحرب على هؤلاء الناس. أن تصنع فيلما عن الحرب دون طلقة واحدة مسألة يبدو أنها موجعة أكثر أحيانا من إطلاق الرصاص المباشر. بكل الأحوال هذه حكاية من حكايات بلد تعرض لوجع، حبيت أحملها أروية عبر هذا الشريط. ربما أكون صادقا، وهذا ما أطمح إليه، أن أوثق هذه اللحظة وجدانيا على الأقل. يوما ما، وأتمنى ألا تعاد هذه الأيام، ثقتنا كبيرة بأن المدن الكبيرة كالعنقاء تستطيع أن تنتفض ولن تشيخ. أرجو أنه يكون هذا الوقت يعني جدير بأنه هذا المنجز أن يكون جديرا بالمتابعة. شكرا لهذا المهرجان ليتح لي التقي فيكم، وأتمنى أن تنال التجربة على الأقل، أن يصل ما أحسسنا به وما فكرنا به إلى قلوب أحبة موجودين بيننا الآن. شكرا، وأتمنى لكم